عايز ايه؟ اخد حقي. حقك في ايه؟ حق في فرن. يبقى زمانه اتحرق. انا صاحب حق. امال انا صاحب ايه؟ انت صاحب الزور. طيب الزور اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق هو اللي يمشي يا معلم. ماشي، نسأل العالم دي، الزور هو اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق طبعا هو اللي يمشي يا معلم. معلوم، الحق هو اللي يمشي يا معلم. الله اكبر، ظهر الحق. سمعت يا معلم كبير؟ سمعت ايه؟ اللي قالوا رجالتك. قالوا ايه؟ الحق هو اللي يمشي. طب ما تمشي يا يا ريت قبل ما تسمع الفيديو للنهاية تعمل لايك للفيديو، مش هتخسر حاجة. يعني هتدوس على لايك، ما عجبكش الفيديو ممكن ان انت تعمل ديسلايك او تلغي اللايك. يعني العملية ابسط مما تتخيل يعني، بس الفكرة ان ده طبعا بيفرق معايا جدا. لو انت ما تعرفنيش، انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل بعلم اسمه علم الفراسة، وهو تحليل شخصية البني ادم من شكل وشه. مش هنطول في الحتة دي كتير، لان انت تقدر تعمل سيرش زي ما انت عايز على النت. ولو انت ما تعرفش الشخصية دي، فنصيحة اتفرج على افلام للممثل ده، لان هو فعلا بيمثل بطريقة مختلفة جدا. التعبير الدرامي عنده عالي قوي، ولكن طبيعي قفشات زمان اكيد مختلفة عن قفشات دلوقتي. طيب، اول حاجة هنتكلم فيها التعبير الدرامي ليه عنده عالي جدا. احنا اتفقنا قبل كده ان التعبير الدرامي بان الحاجب بيكون مقوس مثلا بالمنظر ده. بالتالي هنا لو بصيت عند عادل ادهم، لا، هتلاقي بقى ان التعبير الدرامي عنده، بص الحاجب طالع لغاية فين، طالع كده تحس انه مشدود قوي. فده معناه ان التعبير الدرامي عند الشخص ده عالي قوي. التعبير الدرامي المقصود بيها اللي هي البادي لانجوج بتاعت الشخص ده، يعني حتى هو من غير ما يتكلم انت بتقدر تفهم من تعبيرات وشه او من حركاته هو عايز يقول ايه. وده تقريبا الممثل الوحيد اللي الحاجب بتاعه بالمنظر ده، عشان كده هو كان مميز عن اي ممثل تاني. طيب، لو جينا دخلنا على الجبهة، طبعا هتلاقي الجبهة عنده عالية، فبالتالي هو شخص مثقف جدا، عنده معلومات في كل حتة. تحديدا لو دخلت على منبت الشعر، هتلاقي ان منبت الشعر عنده واخد شكل مثلث، اللي هو في بعض الناس بتسميها حرف M. ده معناه ان الشخص ده مخلص جدا في التفكير بتاعه. اي فكرة بيفكر فيها متعلقة بشخص ما، متعلقة بعمل، الفكرة دي بيكون فيها اخلاص. طيب، هو الفكرة ده اصلا صح ولا غلط؟ هو صح، ولكن مع خبرات الحياة للأسف بتكتشف ان الناس مش محتاجة ده علشان انت تنجح. فلو جيت هنا بصيت مثلا في صورة تانية لي بعد ما سنه كبر شوية، يعني حتى التعليق اللي هو كاتبه كاتب لو رحنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه. طيب، ايه اللي حصل لما كبر في السن؟ هتلاقي ان الجزئية اللي هي بتاعت حرف الام دي اللي هي كانت هنا ابتدت ان هي تخف شوية، فبالتالي الراجل ده التفكير بتاعه طبعا اختلف جدا. في صورة تاني بعد دي لو جبتها لكم، يعني مثلا زي مثلا الصورة دي، هتلاقي ان تقريبا الشعر ابتدى يختفي حرفيا. طيب، ما علينا، خلينا نكمل. الجبهة بقى اللي بتكون بالمنظر ده، اولا الجبهة البيضاوية طبعا احنا عارفين تحليلها، الشخص ده بيكون ودود وعشري، بيحب عيلته اكتر حاجة، هي دي الناس اللي بيقدرها. الشخص ده ما بيحبش التغيير، وزي ما شايفين الشعر هنا ابتدى يخف زي ما قلنا، فبالتالي السمة بتاعت اخلاص التفكير دي ابتدت تقل. لكن على فكرة ركزت في الحواجب، واحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، هتلاقي ان في اخلاص في الحاجب، هتلاقي الحاجب سميك وبعد كده بيبتدي يخف من الاخر، فبالتالي لا، هو كمشاعر لا، هو شخص مخلص. طيب، في جزئية تاني تؤيد حتة التعبير الدرامي، وهم الخطين دول. اي حد هتلاقي عنده الخطين دول تعرف على طول ان الشخص ده ينفع يكون ممثل، ينفع يكون مدرس، ينفع يكون محاضر. الفكرة ان الشخص ده بيتكلم كتير، ودي ملهاش علاقة بان هو بيحب يتكلم كتير او لا. حتى بيحب يتكلم كتير احنا بنعرفها من البق، وهو هنا فعلا الفم عنده يعتبر كبير، فبالتالي هو شخص يعتبر بيحب يتكلم كتير، وفي نفس الوقت هو بيتكلم كتير، فبالتالي برضو دي نقدر نحكم عليها ان التعبير الدرامي عند الشخص ده برضو عالي جدا. طبعا لو بصيت على الشفايف، هتلاقي ان هي يعني اللي هي الشفايف المتوسطة، مش اللي حجمها كبير، فبالتالي الكرم عند الشخص ده انتقائي. شكل الوجه يعني هو واخد شوية من الدلو على المثلث. انا اقدر هنا اقول بناء على الصفات اللي انا بتكلم فيها ان الشخص ده بيعرف يقتنص الفرص. طيب، ايه تاني ممكن نتكلم عليه؟ الدقن. يعني هي الدقن بيضاوية شوية، بس في بعض الحالات هتلاقيها الى حد ما ساعات بتبقى مستقيمة، فالشخص ده ينفع ان انا اقول عليه بيتقبل الاراء، ولكن في بعض الاحيان بيكون شخص مشاكس، والمشاكسة هنا هي اللي احنا بنشوفها في طريقة التمثيل بتاعته. هتلاحظ ان في ادوار كان بيطلع فيها شرير، وفي ادوار بيطلع فيها راجل طيب يعني،
وفي الحالتين الصراحة هو بيكون ظريف وبيعرف يأدي الأدوار مظبوط. طبعا الحواجب تعتبر مرفوعة على العين، فبالتالي هو يعتبر شخص انتقائي، ولكن عنده حتة الود والعشرية اللي احنا اتكلمنا فيها هنا، وبرضو الحاجب هتلاقيه قريب من هنا في العين، فبالتالي هو بيعرف ينتقي أصدقائه كويس جدا، ولما بينتقي حد بيتعامل معاه بود وعشرية غير طبيعية. فالشخص ده ينفع بعض الناس تقول عليه شخص مغرور، وفي بعض الناس هتنفي ده تماما. كل ده ليه علاقة بانتقاء العلاقات بالنسبة له. ولكن لو رجعنا على الجبهة تاني، الشخص اللي بتكون الجبهة عنده عالية للدرجة دي، الشخص ده بيبقى عنده قدرة انه يقنع اي حد باي فكرة حتى لو كانت الفكرة دي مش حقيقية. كمان هتلاقي عنده العين هنا تعتبر اللي هي العين التحليلية، الجفن مش ظاهر. فلو ركبت كل التركيبة دي مع بعض او ربطت الصفات دي كلها مع بعض، هتلاقي ان الشخص ده عنده قدرة انه هو يقدر يتحكم في اي حد عن طريق المشاعر، التعبير الدرامي الزيادة اللي عنده، عن طريق الافكار بتاعته. كمان هتلاقي فيه خطوط إشعاعية. تعالوا كده نجيب صورة تاني. لا طب ركزوا معايا بقى في الحتة دي. احنا اتفقنا قبل كده ان الخطوط الإشعاعية هي اللي انا بحكم عليها بان الشخص ده ظريف او غير ظريف. هي موجودة عند عادل ادهم، بس هي بتبقى موجودة لما يكرمش وشه او يركز، فهتلاقيها مش ظاهرة هنا. ولكن الشخصية دي برضو انا ينفع احكم عليها هي شخصية ظريفة، بسبب ان هي بتعرف تتحكم في فكر الناس عن طريق الجبهة اللي كنا اتكلمنا فيها من شوية. ده غير كمان ان المسافة اللي هنا هتلاقي مسافة كبيرة بين الانف وبين الشفة العلوية، فبالتالي الشخص ده عنده القدرة ان هو يقدر يسخر من نفسه علشان يقدر يوصل المعلومة برضو اللي هو عايز يوصلها. فبالتالي الشخص ده انا اقدر احكم عليه ان هو كوميدي، ومش كوميدي وبس، هو بيعرف يوصل لك من جوه. بس ده كان تحليل طبعا سريع ومبسط لشخصية عادل ادهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وطبعا لو اي حد حابب ان هو ياخد كورس فراسة علشان يعرف يحلل تحليل احترافي، زي ما اتفقنا ده تحليل مبسط يعني حاجات بسيطة جدا، اللينكات هتلاقيها تحت الفيديو. وبس، سلام عليكم.